شاهدة صوبتها نحو جعل أراضي ساموراي، شاهدة على أن أبناء المغرب مروا من هنا بذهبية بطل اسمه سفيان البقري. في كتاب المجد ستصادف عيناك فصلا آخر، فريق لم يخلف يوما الموعد، رجاء إفريقي تسيد القارة وانحنت أعناق لاعبيه لتتوشح بالذهب، أما الأيادي فيكفي أن تصوب نظرك إلى السماء لتراها رافعة اللقب. أثر سطور الاستثناء فترجمت لكل لغات الأمم، أبناء بشادة كيك مفاجأة صارت هناك بليتوانيا، تشريف لعالم وطني وضع في مصاف كبار القوم في اللعبة. أثر الفصل العربي فكان تحت عنوان لا حذر العين لم تبصر ما صنع العالمي، هنا قيل أن التتويج أضحى عادة والانتصار أسلوب حياة، هنا رجاء رفع أغلى الكؤوس، كأس تحمل اسما يسكن كل القلوب. من قال أن السحر البيضاء يؤثر باللون الأخضر فقط؟ هنا عنفوان أحمر بسط سيطرته على بطولة محلية رافعا ذرعها للمرة الأولى بعد العشرين. أما ورقات الانتماء فخطت سطورها بمداد فخر بأبطال قبل حصد الذهب، حصدوا الحب والاحترام، بل أضحت في حضرتهم ورود المحبة تزدحم. أنك ستسأل عن الأسد الأطلسي، الرفقاء أشرف حكيم، العبرة بالخواتيم، خواتيم نتمناها باسمة هناك بأرض سامويل إيتو لتكون بداية الغيث قطرة طالبنا انتظارها. نعم إنها آخر الصفحات، صفحات عام رياضي التحم فيه الفخر بدمع سال على الخدين مسرعا للعالم أنك عشت في الأوطان للعلا عنوان. ما شاء الله 2022 تكون